Problem 7 on the page 126. Nadia paid 26,000 Lebanese lira for the price of 3¼ meters of cloth. What is the price of buying 1 meter of the cloth? فإذا نادا دفعت 26,000 على 3 أمتار وربع. عم يسألني المتر الواحد قد ايه، فإذا أنا هون عم جزئ لأعرف قديش the price of 1 meter. فإذا لما نكون عم نجزئ بهذه الطريقة، فإذا بنكون نحن عم نعمل division operation. فإذا the price of 1 meter is، بنكون نحن عم نقسم هيدي ال number على هيدا ال fraction. فإذا 26,000 divided by 3¼ راح يطلع عندي جواب 8,000. راح نشوف بالتفصيل. فإذا 26,000 divided by هيدا ال fraction اللي هون، هيدا ال mixed number بدي احوله ل fraction مثل ما قلنا، بضرب باللي تحت وبعدين بجمع مع اللي فوق. 3 times 4 12 12 plus 1 13 over 4. فإذا صار عندي هون 13 over 4. هلا إذا جيت كملت بحول القسمة لضرب وبجيب ال reciprocal of the second fraction، فبصير في عندي 26,000 times 4 over 13. اوكي هلا إذا بلاحظ إذا قادر أعمل simplify بعمل simplify. yes we can. عندي هون 26 وعندي هون 13. إذا شلنا الزيروز على جنب عندي 26 divisible by 13 بيطلع عندي 2، وبرجع 3 zeros لهون بيطلع في عندي 2000. اوكي يعني إذا بدكم 2000 بعدين 2000 times 4، هدول إذا لاحظتوا هيدي 26 divided by 13 بيطلع 2000، فإذن صار عندي 2000 وبعدين في عندي times 4. فإذن 2000 times 4 equal 8000 Lebanese lira.